السلام عليكم اخوتي اخواتي، انا غادي نحكي لكم واحد القصه بالطرم الواقع ديالي. ما غاديش نحكي لك انايا باش نقول لك عطيني ولا ندير شي حاجه ولا نبيع ونشري ولا هذا. انا غادي نحكي لك القصه ديالي كيفاش دايره. وخد انايا واحد انسان سميتي سامي علي ملقب بدراكيلا. انايا تعرفي انايا دخلت للحبس 1976. انايا هاد الحبس هذا خلى عليا خلى ديال بصح صحيح. انايا كنشوف كيفاش راهي الحاله ديالي اليوم. انا دوزت واحد المده طويله حتي عاد ما يتشاف. انايا دوزت الحبس ملي كان الحبس ب 76 حبس هنا ديال اصلاحيه وجده في الطوبه. دوزت واحد الحبس مكربص. انايا كانوا يخدموني في بوغرام وكنخدم بوغرام كنخدم واد العار. انا واد العار نعرفو كيما نعرف انا الدار ديالنا. انا اللي كنت ما مختص بيا الحبس كامل كان ديال راديم هي الاولى والثانيه. لو كان ما كنتش هنايا معاهم في الخدمه على راديم ما تليك والو. انا غادي نحكي لكم علاش سميتي دراكيلا. انا سميتي دراكيلا واحد الانسان نعرفه صاحبي. كنا نصلوا له وياه للوطن في الشارع، كنا نصلوا له وياه الطوموبيلات في الشارع قدام لابوست في ايام السبعينات. الانسان هذا الصديق ديالي خصنا انا وياه طوموبيل. مشيت انا ياخذت واحد الغراض من جيت قال لي ودي ما خلصونيش. قال لي ما خلصونيش. قلت له ودي مالي الشيطان كيفاش ما خلصوش؟ خلصوك اودي فلان. قال لي ما خلصونيش. مت انايا داب الثانويه. كي داب الثانويه الانسان سميتو علي بحال الاسم ديالي. انا سميتي علي هو سميتها علي. اليوم راه كيعيش في اكادير. الراجل ديالو سوسي. نعرفو الصديق ديالي بزاف بزاف. والله يسمح لي منه والله يسمح لها مني. هاد الانسان داب الثانويه هو ضربني بيدو، ضربني بواحد السطر ديال الحديد، ضربني بيدو هنايا الراس ديالي ها هو هنايا مشكل. هادي هنايا الضربه هادي ب 76. مت انايا قبطو طيحتو وعضيتو منا من العنقره ديالو. منا من العنقره ديالو كنت انايا عندي الصغر ديال 76 وسني صحاح مش بحال اليوم طاحو كاع. قبطو منا بعدا الناس كتسلك مني وانايا قابضوا بعدا ما فلقت منو حتى جاو البوليس بقاو يضربوا فيا. ومن قلت سنيه من اللحم ديالو الدم ديال اللحم دياله بقى دخل في الفم ديالي. شكون اللي سماني دراكيلا؟ واحد البوليسي كان هنايا كيدير سيركيلاسيون سميته عدي. في كيسكن كيسكن في واحد الاوتيل يقول له اوتيل وازيز قدام لاكوبول. كان يسكن لتحت في لاكاب كاين البيو ديال الكريا. هو اللي سماني او دي مو ديال بحال دراكيلا. تماك سميت دراكيلا 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 دراكيلا. هاني الان الاسم ديالي لي انا بوجده اللي سميتي دراكيلا. ما كانش واحد اخر من غير دراكيلا سوى انا. انا غادي نحكي لكم القصه ديال دراكيلا اللي تما دخلت عليها وما بقيتش عاد نغسل الوضع. بقيت وليت تماك بالسرقه. اول موديل ديالي السرقة وهو بوراراج. هذا بوراراج ديال خطف وهرب. خونت سطام لواحد الكاولية مرتكوفير. كان عاد مرتكوفير الأول. ملي خونت هذاك السطام هذاك تبعوني الناس وقبضوني وردوا السطام للكاولية لمولاتو. وملي ردوا لها السطام أنايا داوني للبوليس. والكاولية مشات معايا للبوليس. البوليس هضروا مع الجورية. الجورية سمعتها تما قلت لمودي صافي سمعت. ولكن البوليس حتى خلوني ومشيت للدولة للمحكمة. والمحكمة القديمة اللي قدام مرت كوبير محكمة السادات. شكون اللي كان يحكم فيها؟ كان يحكم فيها السي محمد التطواني رئيس ديال المحكمة سميته السي محمد التطواني. الله يدخلو بخير أو الله يرحمو. أعطاني شهرين ديال الحبس بسيدنا رمضان. أعطاني شهرين ديال الحبس. من تماك بقيت داخل خارج. هذيك الشهرين ديالي فين دوزتها؟ دوزتها في الشومبر سبعة. الشومبر سبعة كانت دوزيام بيبي. أنايا كنت محسوب على دوزيام بيبي. كانت الشومبر سبعة ديال هنايا ديال سجن وجدة كانت هي الشومبر سبعة دوزيام بيبي ديالهم. ما خدتو بيا ما والو. لقاو ليا الدور السطان ديالها تما قدامي وداوني جوج ديال الدراري وهي غادية معايا حتى قربنا الكوميسارية. كي قربنا الكوميسارية عاد جا واحد البوليسي. هذاك البوليس هذاك يعرفني ديجا يعرفني.
جا الدخان بقى يهضر بقى تهضر معايا الكاوريه هو اللي قبضني ودار لي المانو ودخلني للكوميساريه حتى واحد ما ضربني حتى واحد ما ضربني بلا ما نقول ضربوني انا دوزت حبسي بدون جنب بيبي شكون اللي شافني شافني ساق قدر الامير الله يرحمه برحمه الله دو قارون ديال السجن هو اللي جابني الغالي من اللي غالي داني نخدم معاه هو مضف وانا مسجون بقيت نخدم معاه خدم منا دور منا دور منا دور منا بقى دايما يديني نخدم معاه ملي بغيت نخدم معاه بقيت نخدم معاه بقيت نخدم معاه في واد العار هو هاد المضف هذا خطوطو صيف الكرفي كيجي يصفع بكري كيف يجي خني يديني الفران نفطر مع سيدي وعلى تدري لاتاي والخبز وهذه وندي خاطر انا وياه كيدير بيا كونفيونس كبير انا يقد تما بقيت عجبني الحال وبقيت برا في المنتيفات لداخل بالحبس بواد العار وخدام مع راساتي ونخدم مع الانسان هذا داخل خارج داخل خارج داخل خارج المهم واش غادي نقول لكم الاخوت قبضت معاه الخدمه بوخرى ربي كمان باقي قلت له انا السرقه هذه قعدت نقول تقريبا واحد 20 يوم واتصلت بواحد مخازني هاد المخازني هذا تعاوننا فيه حنا جوج يعني هذيك الوقيته هذيك با كان يسكن كان يسوق بالعامل بالعامل يا ويلا قال لي هذاك رزيناه 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 بلاك ضربو طويل عطاوه 10 شهور وانا عطاوني عامين شكون اللي عطاني عامين؟ عطاني وهو ذاك المخوخي هذا الرئيس ديال المحكمة تبدا المخوخي عطاني عامين هو عطاوه 10 شهور ديال الحبس استانفنا هو دار محامي وانا ما درتش محامي انا محامي هذا ما نديرو با دار له محامي ذاك المحامي هذاك هضر عليه اللي هضر وبقى يمسح بيا الموس وربي سبحانه قادونا بدون 10 شهور 10 شهور هو خلاوه دابس وانايا قلعوا لي عام وشهرين خلاوني 10 شهور ديال الحبس هذيك 10 شهور هذيك قلت انا بوجده ما عندي بين مشيت بقيت دايز انايا بقيت نخدم بوخران